الشعب العراقي مديون إلى أبناء الحشد الشعبي، ويجب أن يكون هنالك قرارات وقوانين تحاول بأن تأهيل هؤلاء وتحاول تنمية هؤلاء والعيش في مستوى أحسن وأعلى. ولكن بأنه الحكومة جاء هذا القرار تقاعد الحشد الشعبي جاء متأخرا، لأن الحشد الشعبي هو لأنه الشعب مديون إلى الحشد الشعبي بتضحياته التي قدمها وحفظ العراق واستقرار العراق. فلهذا نقول بأنه أنها خطوة جيدة بهذا الاتجاه لضمان حقوق وحماية أبناء الحشد الشعبي. يعني أعتقد أنه اليوم أصبحت هيئة الحشد الشعبي هي مؤسسة تابعة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي من حقهم كمقاتلين قدموا تضحيات الجسام لأجل تحرير المناطق المختصبة من قبل عصابات داعش الإرهابية، قدموا شهداء وقدموا جرحى والمعاقين وغيرها، من حقهم أنه يوم يتمتعون بامتيازات حالهم حال بقية أبناء القوات المسلحة. وبالتالي موضوع القانون يعني هذا قانون منصف يوازي حجم التضحيات. نحن نؤيد ما قام به رئاسة الوزراء يعني التقاعد الترفيع وإلى آخره، وما دام الحشد الشعبي هو تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة. أهلا بكم. من حمل سلاح المعارضة ضد النظام البائد هو ذاته من لبى الفتوى قبل 10 أعوام ونصر الحشد منذ التأسيس، ثم القانون وصولاً لضمان حقوق الخدمة والتقاعد. عوائل شهدائهم كانت أولى محطات الشيخ الهمام في البصرة، استذكر المآثر والبطولات وتعابير الفخر لا تفارق ملامحه. جلس بينهم لأنه منهم، والصوت الصادح لإنصافهم. أشاد، طالب، دعا، مفردات تتقدم أخباره أينما حلت رحاله. عاشوراء والمنتظر، العقيدة والجهاد، مجاهدون أسسوا سيرة زاخرة بالتضحيات والعطاء، وأكملتها مسيرة البناء والأعمار لتحالف أبشر يا عراق الذي انطلق من البصرة ولن يقف عندها. أهلا بكم. أرحب من جديد بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وللحديث عن دور المجلس الأعلى في التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي وملخص زيارة الشيخ همام حمودي إلى محافظة البصرة، ينضم معنا في الأستوديو عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الحاج حسن الساري. مرحبا بكم حاج. حياكم الله. أهلا بك. حاج، بداية نبارك لكم على جهودكم المبذولة، ونبارك لكل أبناء الحشد الشعبي الأبطال الذين سطروا أروع الملاحم في ساحات القتال عندما احتاجهم العراق، وأيضا بفضل فتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف. نبارك لهم اليوم أنصافهم بإقرار هذا القانون. اليوم الشارع يتساءل ربما ما معنى إقرار قانون الحشد الشعبي، كيف ينعكس على إعطائهم حقوقهم كاملة أسوة ببقية أقرانهم في الوزارات الأمنية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أبارك للأخوة الأعزاء في تشكيلات الحشد الشعبي
على إقرار هذا القانون في مجلس الوزراء وليس في مجلس النواب، يحتاج إلى إقرار في مجلس النواب، لكن هذه خطوة جيدة أيضا، أنه مشروع قانون انطلق من مجلس الوزراء ينتهي في مجلس النواب. الحقيقة هو طالما تشكيل الحشد قضية دستورية ينطبق على مادة 9 من الدستور العراقي بأن يجوز تشكيل قوات ضمن الإطار قوات المسلحة، نعم، ولا يجوز تشكيل ميليشيات خارج الإطار. إذن حتى الميليشيات يجوز تشكيلها في داخل الإطار، نعم. أي قوة عسكرية يجوز تشكيلها داخل الإطار، طبعا هذا في حق دستوري طبق المادة 9 في الدستور. إذن طالما الحشد أصبح ضمن الإطار القوات المسلحة وصدر له قانون، قانون 40 لعام 2016، يجب أن نستكمل ما يحتاجه الحشد الشعبي بما ينسجم مع وضعه وعمله ومهماته، وكما في القوات المسلحة الأخرى في الجيش بالشرطة هناك قوانين يعني تساند القوات المسلحة العراقية. نعم. اليوم الحقيقة ما كان للحشد أكو قانون التقاعد والخدمة، وهذا قضية جدا مهمة. اليوم القائد في الحشد الشعبي راتبه مثل راتب المقاتل العادي المجاهد العادي، أو اللي يحمل دكتوراه واللي يحمل ابتدائية هو نفس ال فحقيقة من أجل تنظيم وضع وحقوق الحشد الشعبي وحالة التقاعد ومتى يخرج المقاتل أو المجاهد للتقاعد وما هي الأمور المطلوبة في أن يتحول هذا القائد وهذا الضابط وهذا المجاهد إلى التقاعد، نظمت في هذا القانون قانون الخدمة والتقاعد ليضمن حقوق المجاهد في الحشد الشعبي. والقضية ليس يعني صعبة، وهي نعم مطبقة في القوات المسلحة العراقية أخرى، في الدفاع موجودة، في الداخلية موجودة، أيضا الحشد الشعبي يحتاج إلى مثل هذا القانون. حاج، ما شهدناه يعني هناك ترحيب نيابي لهذا القانون من بعض الأخوة النواب. ركزت حضرتك على موضوع أنه تم إقرار القانون داخل مجلس الوزراء، هل من الممكن أن يعني لم يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب؟ لا، الحقيقة لا يوجد هناك مبرر يعني إلا المكره لهذا، وطبعا نعم كثير من المكرهين المعارضين لهذا التشكيل، لكن لا يوجد هناك مبرر قانوني أو دستوري يرفض. نعم لعله أكو تعديلات إصلاح في بعض المصطلحات ممكن، بس أصل الموضوع أصل القانون لا يجوز الحقيقة أن يكون أحد حجر عثر أمام تقدم هذا القانون. المفروض الكل يساند، طالما الحشد الشعبي قدم الدماء وقدم التضحيات وتثمينا وتكريما لهذه الجهود، يجب على الجميع سواء كان في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب أن يقف مع الحشد الشعبي. ثم أن هذا تشكل بموجب فتوى السيد السيستاني، انه على من يستطيع العمل والجهاد في فتوى الجهاد، ومن اولى من هذا المجاهد الذي لبى الفتوى انذاك وحمل سلاحه دون المطالبه باي مقابل يعني من ان يتم انصافه؟ هذا لما اتى للجهاد مو مقابل منصب او مقابل اموال، هذا الباح حلقته و أجرة نقل يوصل إلى الجبهة حتى يقاتل ويوصل مرته أنه تبيع قنينة الغاز من أجل تعيش هذه الفترة. هذا اللي ترك زوجته وراح، ترك أطفاله وراح، يعني هذا القانون وغيره، يعني هذا نستذكره أو يعني غالي أو كبير على حقوق المجاهدين. طبعا هذا جدا بسيط وحق طبيعي وليس بامتياز كبير، ويجب أن بالعكس هاي حالة صحية أنه الدولة تقنن جميع ما موجود فيها طبق القانون تعمل. هذا جيد وهذا امتياز، وهي
يعني الخطوة حضارية للأمام، أنه الدولة لا يعني تعمل بدون قانون، وإنما القانون والمفروض لكل العراقيين سواء المخالف والموالف أن يقبل أنه الدولة تسير على قانون، وبالتالي يتعاملون مع هذا التشكيل بالطريقة القانونية. حاج، المجلس الأعلى كان له الدور الأبرز في الاستجابة لفتوى المرجعية الدينية بأربعة ألوية جهادية، ما هو دوره في إنصاف مجاهدي الحشد الشعبي والدفاع عن حقوقهم؟ بالتأكيد لا زال حشد المجلس الأعلى الحقيقة هو السباق والداعم لكل عمل الحشد الشعبي، وباعتبار أن قسم كبير من أبنائه في هذا التشكيل، وكان له دور في تشكيل أربعة أو ثلاثة ألوية من ألوية الحشد الشعبي، وبالتالي اليوم لا زال مستمرا. صحيح التشكيل يعني سياسي، لكن بالتالي قد يختلف من عن الأحزاب الأخرى التي لا زالت يعني تتدخل في شؤون تشكيلاتها العسكرية، لكن نحن لا نتدخل عسكريا، وإنما ندعم سياسيا، ندعم يعني قانونيا، ندعو الآخرين إلى أنصاف المجاهدين، إلى أنصاف أبناء الحشد الشعبي. الحقيقة كان دور كبير منذ تأسيس الحشد الشعبي إلى اليوم للمجلس الأعلى، دور كبير الحقيقة في دعم الحشد الشعبي. جيد. عوائل ومقار الحشد الشعبي كانت لها حصة كبيرة في زيارة الشيخ همام حمودي إلى البصرة، ما هي أبرز هذه المحطات وأبرز المطالبات بتوثيق بطولة؟ نعم، حقيقة زرنا أكثر من رمز في البصرة بقيادة الشيخ حمودي، كانت زيارة لعائلة المجاهد الشهيد أبو تحسين الصالحي. نعم. هذا القناص المجاهد الذي يعني تمكن من القضاء على كثير من الدواعش، عدد ليس بقليل واقعا، ومجاهد على كبر سنه، رمز كبير. نعم. 63 سنه، لكن روحيته وتدينه وعقيدته كانت مليئه تماما واقعا. ف الواجب الجميع أن ينصف هذه العائلة وأن يقف مع هذه العائلة، ووصلنا إلى تلك العائلة وزرنا أبنائه وأخوانه ومتعلقيه وحتى المجاهدين في الفوج، وكان أيضا آمر الفوج موجود، وسمعنا منهم هناك بعض المشاكل لحد الآن لم يسمى شارع ولا مدرسة ولا أي شيء باسم الشهيد، وهذا الحقيقة هو ليس يعني يحتاج الشهيد، وإنما يعني تثمينا تكريما للعائلة الشهيد، حتى للمحافظة واقعا، أنه الأمة التي لا تحترم الشهداء ولا تقدر الشهداء أمة ميتة، سواء كانت محافظة دولة أمة لما يقدرون الشهداء هذا أمة ميتة. وبالتالي سماحة الشيخ اتصل بالسيد المحافظ العيداني، و رأسا استقبل السيد المحافظ الطلب وأصدر قرار بتسمية الشارع الذي قريب إلى بيت الشهيد أبو تحسين باسم الشهيد، شارع باسم الشهيد أبو تحسين الصالحي، وهكذا صار تفقد إلى مقر والتشكيلات الأخ العزيز الشهيد سيد داغر الموسوي، هذا مؤسس لواء المنتظر، لواء السابع وقائد هذا اللواء، وبالوقت الذي قارع النظام سابقا وانجرح وأصبح معلولا، لكن لم يترك الجهاد واستمر، ما هو لامع في ميادين الجهاد. نعم، وأسس هذا اللواء، فإحنا الحقيقة حقا علينا أن نزور هذا المقر الذي شهد تأسيس اللواء الحقيقة، واليوم أخ سيد جابر أخوه هو فيه، هو آمر اللواء، وسمعنا منه الكثير التفاصيل حول القوة، وشدينا أزره، وإن شاء الله هناك بعض الطلبات يتابعها سماحة الشيخ، وأنا أتابع أيضا من أجل دعم هذا التشكيل. جيد.
حاج، مشروع أبشر يا عراق بدايته ستكون من البصرة سينطلق. نعم. إلى ماذا سيركز، على ماذا سيركز مشروعكم؟ الحقيقة يركز على أمور، منها أن سيادة العراق. العراق اليوم ليس كامل السيادة، لا من ناحية السيادة الاقتصادية، النقد المالي للعراق اليوم تحت السيطرة الأمريكية. اليوم يباع النفط ويذهب إلى أمريكا وهي تعطينا حسب الطلب، مرة تقبل مرة ما تقبل. هذه قضية يعني لا تمس السيادة. اليوم لحد الآن الأجواء العراق هي تحت سيطرة ومراقبة القوات التحالف، وأكثر شيء أمريكا داخل هذا التحالف، وهناك حالة من التجسس على الحكومة وعلى السياسيين وعلى الشعب العراقي. لذلك يجب أن نركز على هذه النقطة. النقطة الأولى، لا يقوم لنا مقام ولا نهدأ إذا ما يكون العراق صاحب سيادة كاملة على أرضه ومياهه وسماءه. لدينا الأدوات، القدرة، الاستطاعة على المضي بهكذا نعم المشروع. نعم، إن شاء الله. يعني وحدة الموقف من أبناء الشعب العراقي والمتصدين والحكومة العراقية، أن يكون هناك موقف بين الحكومة وبين المتصدين والشعب العراقي من أجل إعادة السيادة العراقية. الموضوع الآخر، يركز برنامج أبشر يا عراق على كرامة الإنسان، والكرامة لا بد منها، والتساوي في الحقوق بين أفراد الشعب العراقي ومكونات الشعب العراقي، وفي الدعاء اللهم أنا نرغب إليك في دولة كريمة. واقعا لا بديل لدولة غير كريمة، يعني نريد أن دولة تحفظ كيانة الإنسان ومكانة الإنسان، وأن يكون متساوي في الحقوق. وأعتقد هذا أيضا موجود في الدستور، حق دستوري في مادة 30 من الدستور، تؤكد على نقطة الكرامة، والإنسان لا يكون ذليل ولا يكون يعني محتاج ويمد يده للآخرين، وأنما مكتفي ومتساوي بين الناس. هذه قضية أيضا مهمة. وأيضا نؤكد الموضوع الآخر على الثقافة العراقية الأصيلة. الحقيقة الكثير من الأعداء الآن يعملون بطريقة تغيير هذه القيم وهذه الأخلاق، ونحن نسميها بالدراسات الاستراتيجية بالدكتوراه الثقافة التنظيمية، والتي هي عبارة عن القيم، الأخلاق، التاريخ، حتى الرموز ورموز الشعب العراقي. يحاول الغرب وأمريكا تغيير هذه المفاهيم، وبالتالي حتى يصبح الإنسان ريشة في مهب الرياح، يمكن أن يوجهه حسب بالاتجاه الذي يريدونه. احنا يجب أن نؤكد أن تبقى ثقافتنا هي الثقافة العراقية الأصيلة، التي تحتوي على الدين، تحتوي على العقيدة، تحتوي على القيم، تحتوي على الأخلاق. هذا الحقيقة مشروعنا في أبشر يا عراق، نركز على الأمور هذه الثلاثة، تعتبر هي أساس الفكر الذي نتجه إليه لحفظ العراق وكرامة العراق وسيادة العراق وثقافة العراق. خلال هذه الزيارة، ما مدى تفاعل الجمهور مع ما طرحتموه خلال هذه الزيارة، ويعني كيف تابعتم؟ والله واقعا لا أريد أن أجامل ولا أريد أكبر. الحقيقة في كل محطة من المحطات اللي زرناها، يعني أحلل الموضوع وأفكر. يعني إحنا نحن واقعا في البصرة ليس لدينا محافظ ولا رئيس مجلس ولا عضو حتى في المجلس، لكن لماذا هذه المحبة؟ لماذا هذا الاستقبال الحار عند العشائر، عند مجلس المحافظة، عند المحافظ؟ وأكثر الأخوة يعني منذ أن استقبلونا في المطار إلى أن ودعونا اليوم، حقيقة هذا ما يدل إلا على
شيئين. الشيء الأول هو الدعم الإلهي، الله سبحانه وتعالى وفق لهذه الزيارة، والأمر الآخر يعني الشعب العراقي يبدو أنه لا زال محافظا على ثقافته وعلى قيمه، يعتبر المجلس الأعلى من بين التشكيلات وال يعني التيارات التي هي نزيهة، صاحبة عقيدة، صاحبة تاريخ، هي صنعت في 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 بناء هذا العراق الجديد، وبالتالي الناس لا زالت على خير وبعثت أمل واقعا. وكنا نتحدث في هذا الحديث في الجلسة العصر هي القيادية أنه لماذا هذا الاستقبال الحار من قبل الشعب اتجاهنا، شعب البصرة اتجاهنا، عشائر تستقبلنا بالأهازيج والهوسات والكذا والكلام والاحترام، وأكثر من محطة زرنا، أكثر من محطة هم رسمية وهم شعبية، عشائر وغيرها. نعم اهتمينا في بعض المطالب، وإحنا في هذا الحال الذي لا عدنا في الحكومة المركزية ولا عدنا في الحكومة المحلية يعني مسؤول. نعم. يمكن أن، لكن حقيقة الناس تحترمنا وتحترم سماحة الشيخ، وأكثر الطلبات أعتقد اتصل الشيخ وبعضها درجت للمتابعتها لإنجازها. فالحقيقة ما رأيناه من أبناء البصرة هو الترحيب والاحترام والتقدير، وكثير من الدعوات ما استطعنا أن نلبيها، كثير من الدعوات حتى وصل الحال إلى زعل بعض الأخوان أنه ليش ما يجونا، ليش ما تجونا، ليش تجي لفلان وما تجينا. هاي هم حالة صحية وحالة إيجابية بالنسبة أن يعني ثبت أن الناس تريدنا، تحبنا، تحبنا لنحن، لأننا نزهاء، لأننا أصحاب عقيدة، لأننا أصحاب قيم. المجلس هذا التشكيل. أحسنتم، موفقين إن شاء الله. عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الحاج حسن الساري، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة. حياكم الله، يسلمكم وأحفظكم. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول زيارة الشيخ همام حمودي إلى محافظة البصرة، نتابع. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الأحد المقبل لمناقشة جداول الموازنة، ونفتتح هذا الملف وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بعقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية، مستضيفا ممثل وزارة التخطيط وممثلين عن وزارة المالية، للنظر بالتغييرات والتعديلات قبل إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها. من المفترض أنه التصويت على الموازنة 3 سنوات أنه تمضي بشكل سلس، ولكن هناك تغييرات وتعديلات في جداول الموازنة، وهذا هو الأمر المهم والذي يؤدي إلى حاجتها إلى التصويت من جديد. بالتالي أعتقد أن السيد رئيس الوزراء سوف يقوم بمناقشة التغييرات الجديدة
ومحاولة إجراء مناقلات وتخفيض بعض النفقات من أجل المضي بجداول الموازنة في الوقت المحدد. في ظل المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة، أبدى مختصون بالشأن الاقتصادي مخاوفهم من استمرار تأخير إقرار الموازنة، مؤكدين إن ذلك الأمر سيوقف العديد من المشاريع الاستثمارية وربما يؤدي إلى إرباك العجلة التنموية. من نتائج هذا التأخير ستكون هنالك غرامات تأخيرية على الكثير من المشاريع التي يتطلع الشارع العراقي والذي تلمس بشائر بعض إنجاز من هذه المشاريع. كذلك الأمر ينصرف على حملة التي تقوم بها الحكومة العراقية من جملة تعيين خريجين الجامعات وكذلك فرص العمل للكثير من العاطلين على العمل. انقلبت الساعة الرملية نحو العد التنازلي لموعد جلسة الأحد المقبل لمناقشة مصير الموازنة الاتحادية بعد أن انقضى أكثر من نصف العام الحالي ومجلس النواب ينتظر إرسال جداولها. من العاصمة بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الاقتصادي الأستاذ حيدر عصفور. أستاذ حيدر، مرحبا بحضرتك. مرحبا بك. وأيضا عضو اللجنة المالية النيابية السيد معين الكاظمي. سيادة النائب، مرحبا بك. سيادة النائب، إذا صوتي يوصلك، ضغط أم يعني ضغط النفقات؟ حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الأعزاء. أهلا بجنابك سيادة النائب. ضغط النفقات أم عدم حسم ملف رئيس مجلس النواب، ما هي أبرز أسباب تأخير إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييكم وحي ضيفك الكريم. طبعا جداول تعديل الموازنة كان المفروض أن توصل بالشهر الأول لعام 24، باعتبار أن وزارة المالية، وزارة التخطيط، هيئة المستشارين لديهم كافة الأوليات بخصوص عام 23، والصرف الحاصل يقدم بأرقام، ولكن من المؤسف تأخر إيصال هذه الجداول إلى الشهر الخامس ونحن على أعتاب نهايته. ومع ذلك الموازنة والجداول تتضمن زيادة كبيرة في موازنة 2024، حيث بلغت 226 تريليون، منها 170 تريليون للتشغيلية و56 للاستثمارية، وهذه تعتبر زيادة كبيرة قياساً ب إيرادات العراق. الإيرادات النفطية وغير النفطية لا تتجاوز 150 تريليون، لذلك لابد من مراجعة هذه الجداول والعمل على تخفيض العجز الموجود، مع إيماننا بأن الحكومة لا تستطيع أن تصرف هذا الحد الأعلى المذكور في الموازنة، حيث يعتبر ما قدمته هو تخطيطي وليس فعلي يمكن تنفيذه، خصوصا أن وزارة المالية سوف لا تطلق التخصيصات إلا حسب السيولة الموجودة لديها. ولكن نحن نقول، لماذا لا تكون الموازنة المقدمة من الحكومة واقعية وليس بهذا العجز الكبير الذي يصل إلى 75 إلى 80 تريليون؟ جيد، هل سنرى نسبة كبيرة من التغييرات في حال تصل إلى مجلس النواب سيادة النائب؟ طبعا أكيد اللجنة المالية ستعكف على دراسة هذه الجداول، وقد تستضيف وزير التخطيط، وزير المالية، الجهات الأخرى للاطلاع على ضرورة هذا الارتفاع الحاصل واحتياجات الفعلية وقياسها بما تم صرفه عام 23، حيث لم يرتفع الصرف أكثر من 154 تريليون في عام 23. فهذه المناقشة ستتم،
ويتم الدراسة بشكل كامل ثم تطرح تحت قبة البرلمان، ونتوقع إن شاء الله يحسم موضوع المصادقة خلال مدة أمدها على الحد الأعلى إلى شهر واحد، سيتم الانتهاء من تعديلات الموازنة، بينما بقيت الموازنة لدى الحكومة 5 أشهر 4 أشهر ونصف. جيد سيادة النائب، أسعار النفط والدولار ركائز أساسية بالموازنة، كيف سيكون شكل هذه الأسعار في الموازنة والأسواق؟ طبعا الموازنة اعتبرت السعر الدولار هو نفس السعر المقرر في موازنة 2023، يعني 1320 دينار، وسعر النفط بالإمكان زيادته باعتبار أن النفط أكثر من 70 دولار، ما أكثر من 80 دولار حاليا، بدلا من 70 ممكن اعتباره 75 دولار، وبذلك يمكن احتساب الإيرادات أكثر من المحسوب حاليا لعام 24 لغرض تقليل الفجوة بين الإنفاق والإيراد، وهذا ما سنعمل عليه، وسيكون هناك رؤية واقعية للموازنة من قبل اللجنة المالية ومن قبل مجلس النواب، مع الأخذ بنظر الاعتبار احتياجات الحكومة وخطتها للنهوض بالبرنامج الحكومي، ولكن الارتفاع الكبير في التشغيلية له مبرراته، فعدد الموظفين الذي ارتفع من 300 إلى 400 ألف موظف، من ضمنهم 670 ألف موظف في إقليم كردستان، أصبحت وهكذا المتقاعدين 2,500,000، أصبح عدد الموظفين 4,200,000 والمتقاعدين 2,500,000، وهناك زيادة في عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية تصل إلى 2,150,000 حالة، فمجموع ما تحتاجه الحكومة لتسديد الرواتب الشهرية لهذه الشرائح والفئات الأخرى هو 8,500,000,000,000 دينار، إضافة إلى ما تحتاجه لشراء الحنطة والشلب ما يقارب 5 تريليون، وما نحتاجه للسلة الغذائية وتوفير ما تحتاجه من استيرادات 5 تريليون أخرى، والمصروفات التشغيلية التي بلغت 170 تريليون هي رقم كبير لا بد من معالجته. الآن الحلول الموجودة هو ارتفاع سعر النفط، لو انخفض سعر النفط هذا شيء متوقع في حالة انتهاء أزمة غزة إن شاء الله أو انتهاء قضية أوكرانيا. جيد، جنابك تحدثت عن عجز كبير في الموازنة، بينما اليوم الشارع العراقي يترقب تعديل سلم الرواتب، هل هناك إمكانية لتعديل هذا القانون؟ طبعا رئيس الوزراء طرح موضوع تعديل سلم الرواتب، وهناك إجحاف بحق الموظفين في أكثر الوزارات، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، التخطيط، وأمانة بغداد، وحتى التربية، وأغلب الوزارات سلم رواتبها لا يتناسب مع المستوى المعيشي والتضخم الحاصل، وفي نفس الوقت يرون أن هناك حوافز ومخصصات عالية في وزارات ومؤسسات أخرى، فالحكومة كلفت لجنة لتقديم سلم رواتب جديد، وتم إنجاز هذا السلم الرواتب، والآن كلفت وزارة المالية باحتساب السيولة اللازمة لتطبيق هذا السلم الجديد لرواتب الموظفين وإعطائهم استحقاقهم، ولكن يا ترى هل بإمكان الحكومة أن توفر هذه السيولة اللازمة لتطبيق سلم رواتب جديد يرفع الراتب الإسمي للدرجة
العاشرة مثلا 200%، والدرجة التاسعة 150%، وهكذا الثامنة صعودا إلى الدرجة الأولى. الدرجات الخمسة الأولى هي التي تحتاج إلى معالجة، ونحن مع هذه المعالجة، ويتطلب احتساب السيولة اللازمة لتوفير ما تحتاجه الدولة لتطبيق سلم رواتب جديد للموظفين. نعم، عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظم، يشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، شكرا جزيلا لك. إذن أستاذ حيدر، أرحب بحضرتك مرة أخرى. كيف سيكون شكل جداول الموازنة بحسب رأيك وتوقعاتك؟ هل ستكون منصفة أم ربما تكون مخيبة للآمال؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم. أهلا بحضرتك. جداول الموازنة لسنة 24 تضمنت أيضا الدرجات الوظيفية والتعيينات والمشاريع التي لم تنفذ في سنة 23، وهذه تمس حياة المواطنين بشكل أساسي، بالإضافة إلى المحافظات التي تحتاج إلى المشاريع والخدمات ولديها مجموعة من المشاريع التنموية من أجل النهوض بالواقع الخدمي وإحداث ثورة. لكنه مثل ما معروف أنه الموازنة العراقية التي قدمت هي 228، ارتفع السقف مالها، وفي العام السابق كانت 129. مجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية هي 150 تريليون. هذه غير منسجمة، ويفترض عجز كبير. جزء نعم عجز كبير، عجز بحدود 85 تريليون. وهذا العجز من نجيبه؟ لازم نجيبه من الفائض من السنوات السابقة أو من الدين العام. فهنا راح تكون إشكالية التنفيذ، ولهذا أرجئت إلى إعادتها مرة ثانية من أجل أنه يعني وجود تعديلات تحتاج حتى تكون منسجمة مع الواقع. جيد، ما حسب رأيك أي المجالات تحتاج إلى تعديل؟ اليوم نتحدث عن خلال عام 23 و24 هناك جملة من المشاريع شفناها في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، أيضا الحكومة اتجهت إلى زيادة أعداد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، والكثير حتى زيادة رواتب المتقاعدين والكثير من الأمور. زين، نتحدث أيضا عن اليوم الشارع العراقي طالب بتعديل سلم الراتب، وإحنا بعجز مالي تقريبا 85 تريليون دينار. إذن كيف يجب أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع؟ وهذا الملف حقيقة صعب، لكون العراق معتمد على النفط. النفط هو بالأساس يعني هو الإيراد الوحيد للعراق، يعني هذا واقعا. وتوقعات اللجنة المالية النيابية قبل قليل يقول متوقعين انه نزول للنفط بعد انتهاء حرب غزة ان شاء الله. بالضبط هذه ممكنة. احنا المشكلة اللي صارت ايضا عندما وظف اعداد وزيادة الاعداد من الموظفين وادت، يعني حاليا عندنا 102 تريليون مجموع الرواتب بحسب وزارة التخطيط. جيد. وأيضا تخلي عليها زيادة أخرى، نزلت السعر للعملة لأنه أنت بدأ يدخل لك بالدولار وده تصرف بالدينار، لما أنت تنزل قيمة الدولار أنت سويت عبء أيضا على الموازنة، وطبعا المواطن ما دي يستفاد من عدها. فإحنا يحتاج أنه إعادة نظر بهذا الموضوع، أنه من خلال أول شيء مشاريع استثمارية خارج القطاع العام، فالقطاع العام ما ممكن أنه يشغل الكل في بالتأكيد. يعني هو السؤال هنا، كيف من الممكن أن يتم تعزيز إيرادات الموازنة لاحتواء هذا العجز الكبير اللي نشهده اليوم؟ نعم، هو أول وحدة هي قامت الحكومة بعدة إجراءات في هذا المجال، وحدة من عدها طبعا هاي جولات التراخيص الجديدة الخامسة والسادسة. نعم. واللي هي من خلالها أكو 29 أو 30 مشروع نفطي يوفر خدمات ويوفر أيضا فرص عمل وغيرها. وفائدة وأهمية هذه الجولة أنه بالاستكشافات للرقعة الجغرافية الجديدة في غرب العراق، وممكن أنه العراق يكون في الخمس سنوات القادمة هو مكتفي من الغاز
مصدر أيضا، وكذلك مشاريع البتروكيماويات وغيرها. هذه المشاريع اللي هي أيضا مرتبطة بالنفط ممكن استثمارها، وممكن أيضا استثمار من خلال المصافي. إحنا نحتاج إلى ليش نبيع النفط خام؟ إحنا إذا نجيب المصافي ومصافي حديثة، وممكن إنه إحنا بدل ما نستورد المواد والمشتقات النفطية من خارج العراق، ممكن العراق يستثمرها. فالعراق في كل سنة تقريبا يستثمر فقط مثلا من مادة البنزين أو غيرها بحدود 5 مليار، فهذه ممكن إنه إحنا تكون كافية في العراق وفق المواصفات، وأيضا تشغل فرص عمل. بالتأكيد أيضا دعم القطاعات الأخرى، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، غير هذا من الممكن أن يرفد الموازنة بالكثير. نعم، القطاع الصناعي طبعا يعاني كثيرا، قطاع الزراعة مثل ما معروف أنه يحتاج إلى إعادة نظر مرة ثانية، إعادة نظر شاملة. فمثلا يعني إذا أنطينا فد مثال، قطاع الدواجن اللي هو البيض والدجاج وما شابه، نعم، هذا القطاع في كل دول العالم هو في داخل العراق، عفوا في داخل البلد، نعم، لكن العراق يستورده. ليش يعني يستورده؟ لأنه يحتاج أنت حتى تقوم به تحتاج إلى 13 موافقة من 13 من الجهات الحكومية، زائدا أنه تحتاج إلى أعلاف، والأعلاف تستورد من الخارج، لأنه معامل الأعلاف تحتاج إلى أكثر من 20 موافقة. أستاذ حيدر، يعني إذا نتحدث عن القطاع الصناعي بالله نقول يحتاج للكثير من الوقت والجهود، وهذا خلي الأمور مثلا تدريجية، لكن القطاع الزراعي وغيره أمور لا تحتاج للكثير من الجهود ولا حتى التكلفة. يعني شنو مثلا صعب علينا نجيب دجاجة لو نوفر بيضة؟ أستاذ إحنا أراضي عندنا هو كثيرة وهي فارغة، هذه مشكلة إدارية ومشكلة. إنه في بداية العملية الإنتاجية تكون الكلف بأعلى مستوياتها، في حين إنه المستورد يكون بأسعار تنافسية ما تسمح للعراقي إنه بالإنتاج والمنافسة. ولهذا السبب ما يقدر. شلون تدعم فلاحك؟ شلون تخليه يزرع؟ شلون تخليه يتجه لإنشاء مشاريع خاصة؟ نعم، هو الفلاح إذا ما عنده مي ومتوفر له من الصعوبة، ومتوفر له مكاين، ومتوفر له كثير من الأمور، فأكيد من الصعوبة. وبالمناسبة إحنا عندنا فد رؤية يعني بسيطة فيما يخص الصناعة، إذا تسمحون الصناعة، لأنه إحنا من عمر 12-13 سنة إحنا كنا عندنا معامل صناعية. الصناعة في العراق يحتاج إنه ليس بمثل الآليات التي ينظر إليها البعض. فإحنا صحيح أنه المعامل عندنا هنا القديمة، نعم، هي معامل يعني يحتاج لها أنه إعادة جدولة وإعادة نظر بها، لكنه ينظرون دائما إلى استيراد أحدث المكائن وبأحدث الآليات، وهذه الآليات لا تتناسب مع السوق العراقية وما تتناسب مع التصليح. ليش؟ بالضبط هذا السؤال، لأنه التكنولوجيا عالية في بلد ما يقدر يقوم بواجبات صيانة مثل هذه. يعني هسه إذا تأخذ مثال بسيط، سيارة متقدمة لما تدخل بالعراق ما تنجح جدا. عندك السيارات اللي هي البسيطة أو خلينا نسميها الكوري، أقل تكنولوجيا لكنه ينجح عندك. لكن لما تتوفر هذه الأدوات بكثرة بالعراق راح تكون شركاتها موجودة هنا لصيانتها. مو سهل. هناك شيء يعتمدون عندكم على الاختصار يعني بالعنصر البشري. احنا ما نحتاج الى هذا، احنا نحتاج الى مكائن تشتغل ميكانيك وليس الكترون وكذا ومواصفات الكترونيه عاليه وعقول وغيرها وكلها فول اوتوماتيك. احنا نحتاج اقل ما يمكن من السيمي اوتوماتيك واقل. هناك خارج العراق هذه المعامل تباع في أسعار بسيطة جداً، بعضها يوصل إلى سعر أنه ينباع بسعر الحديد. هسه اللي يسمعنا يقول وينها أوتوماتيك ديجيتال حديثة قديمة تجيب لنا شيء شغلنا، بس خلينا نشوف هذه الاستثمار. أي نعم. ودخول المستثمرين، هل من الممكن أن ينعش هذا القطاع الربما منتهي تقريباً؟
بالتأكيد الاستثمار، لكنه احنا نحتاج الى تقليل الآليات، انه ما خلي هذه الامور الإدارية والفاسدين تضغط على المستثمر. يعني هسه اي مستثمر يدخل للعراق، السوق العراقية رأسا يواجه بمجموعة من الفاسدين، يواجه بمجموعة من الروتين والبيروقراطية، ويواجه ايضا بالحركة المالية المصرفية وصعوبة والآليات المعقدة من خلالها. فإحنا نحتاج أنه نوفر أرضية بالدرجة الأولى للمستثمر حتى يقدر ينجح وحتى يقدر يستثمر. العراق أرض واعدة وتجذب أغلب المستثمرين وهم يتمنون إلها، وحاليا الظروف الأمنية مهيئة، الظروف الخاصة بالطاقة وجميع الموارد الأخرى والسوق مهيئة إلها، لكن إحنا نحتاج إعادة النظر بالروتين. جيد، نرجع للموازنة، شقد تأثير هذه القطاعات اللي تحدثنا عنها لو تم العمل بها بشكل صحيح برفض الموازنة بشكل مباشر؟ بالتأكيد هي هذه الموازنة وتأخيرها تؤثر تأثير سلبي. الموازنة يفترض بها أنه ترسل من شهر العاشر من العام الماضي لمجلس النواب، وتكون الموازنة بشكل يتناسب مع قيمة الإيرادات الموجودة النفطية وغير النفطية، فبما يعني وأيضا تكون هناك فائض للسنوات القادمة. فمثلا العراق عندما يقدم موازنة فيها عجز وهو يعتمد على النفط، فهذه حالة ممكن أنه نسميها خطأ، لأنه إحنا ممكن في فترة ينزل سعر النفط، إذا نزل إحنا مين نعوض الفائض؟ بالتأكيد. الخبير الاقتصادي الأستاذ حيدر عصفور، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. همام حمودي يختتم زيارته إلى البصرة ويؤكد أن مشروع أبشر يا عراق سينطلق منها لتأخذ كامل دورها في عملية البناء. المندلاوي يعرب عن حرص رئاسة وأعضاء مجلس النواب على إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي. وزارة التربية توجه بسحب هواتف المراقبين والمعاونين ومشرف المركز الامتحاني خلال الامتحانات الوزارية. وزارة التخطيط تعلن مباشرة هيئة الإحصاء بتدريب ملاكاتها في المحافظات كافة استعداداً لتنفيذ التعداد التجريبي. وزير التجارة يوجه باستنفار الجهود لاستكمال عمليات الصيانة والتأهيل لإقامة الدورة 48 لمعرض بغداد الدولي. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.